شبك يا امي؟ ليش عم تبكي؟ آه يا مايا يا حبيبتي، هذا أبوكي ما عم يغار علي، ما عم يغار علي، ما عم يغار علي، رح يموتني. طيب بدك يا يغار عليكي؟ طبعا. طيب رعي لعندك. دوب شي قلبي، هات لي شوف قليلي شلون؟ مالك غير جيبي صباط جارنا. صباط جارنا؟ شو بدي ساوي فيه؟ بتجيبي صباط جارنا وبتحطيه عباب الدار، بقوم هو فايت بتفركش فيه، بقوم بيقول لك لمين هذا الصباط، وامي بتقولي له هذا الصباط لجارنا، بقوم بيصير بيغلي عليك غلي. لمين هاد الصباط؟ لجارنا. روحي خدي له، يا روحي خدي له، يا لكم بده يطلع. مايا، يا مايا. شو قليلي، شو صاير معك؟ هالشغله قلتي لي اياها ما مشي حالك. ليه بقى؟ اجى ابوكي وتفشكل بالبوط، وقال لي لمين هاد؟ قلت له لجارنا. قام هزر جبريل لي ايه روحي روحي ودينا اياه، يمكن بدهن اياه. طيب عندي الحل، خدي البوط وحطي له اياه بقلب غرفه النوم. هذا الصباط مو نفس صباط جارنا؟ بلا صباط جارنا. ليش ما وديتي له اياه؟ بلكي زين بده يطلع. اطلع بالعكس، دمك بارد. بتعرفي شو عمل محروس ابوكي؟ شو عمل بقى؟ فات على غرفة النوم وتفشكل مرة تانية بالبوط. بتعرفي شو قال لي؟ شو قال لي؟ قال لي إذا ما رجعتي روحي رجعي اضربي أنت وياه. لك أبوكي ما عم يغار يا مايا، لك جنني، لك جنني، ما عم يغار، ما عم يغار. طيب قل لك على حل. قولي لي. مالك غير تجيبي جارنا وتحطيه بقلبي خزانة بغرفة النوم. مايا، مايا، شلون بدي أجيبه لجارنا؟ هلا جارنا مو نجار، خليه يجي يصلح الخزانة. دادي، يا دادي، دادي. شو في؟ مصحصح شوي. شو في ليش؟ قوم اعطيني مصاري بدي اشتري فستان. هل هذا خبر عن دوش الصبح بتقولي لي اياه؟ قوم اعطيني مصاري بدي اشتري فستان، خزانتك مليانه فساتين. ما عندي، بدي اشتري فستان. يوهو علينا، عم اقول لك خزانتك مليانه فساتين، البسين فساتين. وانا عم اقول لك ما عندي، بدي اشتري فستان. حسبي الله ونعم الوكيل، انت ما عندك؟ ايه ما عندي. هلا بدي اعدل لك اياه هون. فرجي، هاي فستان ولا مو فستان؟ هاي واحد، وهي اثنين، وهي ثلاثة، أهلين جار، هاي أربعة، وهي خمسة. لا تنسى تاخذ الصباط جار.